19/9/2012 قريه الحواجي قريه الحواجي الجرحى تحت الانقاض لا حول ولا قوه الا بالله الجرحى تحت الانقاض الله اكبر الله اكبر عليك يا بشار القصف العشوائي من قبل طائرات الاسد على قريه الحواجي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ازاله هذه الفتاه من تحت الانقاض الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر الله اكبر صور 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 الله اكبر